عم الطيارات احنا مش عاملين اضراب، احنا عاملين وقفة للسؤال عن الحق اللي احنا بنطلبه بقالنا سنين. المطلب الاساسي الاول ان احنا التبعية بتاعتنا نشوف ان احنا تبع المحافظة ولا تبع وزارة النقل ولا تبع ايه في الدولة، اي حاجة. احنا مش عارفين كده احنا تبع ايه، مشينا خلاص شوية يقول لك انتوا هتبقوا تبع المحافظة شوية تبع الوزارة. والمطلب الاساسي الثاني برضو الحد الادنى للاجور. لو طلعنا اي شريط قبض بتاع اي واحد هنا كده اللي بيقبضه ما بيكملش، اللي بقاله 20 سنه و25 سنه ما بيكملش 300 400 جنيه. لا لاقيين مرتبك كويسه ولا معامله كويسه ولا مستشفى كويسه. اولا الحد الادنى ده مطلب لجميع موظفين الدوله زي ما رئيس مجلس الوزراء قال، مش طالبين اكتر من اي حد، احنا طالبين حقنا في علاج، في حد ادنى، في معامله كويسه.